بس خلي أعقب على شغلة التخويف اللي ذكرها الأخ الشرع، يعني أي. يقول هذه المظاهرات تخوف الناس. ليش تخوف الناس أخي الشرع؟ يعني عفوا، التيار الصدري ظهر وشفنا ملايين، يعني شفنا في البصرة اليوم وشفنا أيضا البارحة في بغداد الملايين طلعت. جيب لي شرطي واحد أو من أجهزتنا الأمنية البطلة انجرح أو تصوب أو أي إشكال صار. صح. بالعكس التيار تيار عراقي، ماكو واحد يحاول. ما دا شكل التيار الصدري. لا لا أخي اسمح لي، أنت حضرتك أخي الشرع حضرتك تكلمت قلت هذه تخويف. أنا داعي المستقبل يا عزيزي. ما عندي وقت والله. المستقبل أخي العزيز حسين يقول ثمانية محرم. التيار الصدري عراقي من أكثر هذه الطبقة اللي تدير العملية السياسية في بغداد. التيار الصدري عفوا. التيار الصدري عراقي أصيل، سماحة السيد مقتدى صدر هو ابن محمد. أنا أدري والله. صادق الصدر. والله. حضرتك وكل العراقيين يعرفون منه. طيب والله. هسه باختصار. محمد صادق الصدر. قدس الله روحه الزكية. طيب هسه باختصار. أكو شيء منا الثمانية محرم لو ماكو شيء. حسب اعتقادي يعني، ما هذا وجهة نظر أخي الطائي هو وجهة نظر. حسب اعتقادي سماحة السيد يعود إذا قرر يعود عن طريق الانتخابات. ما يعود عن طريق الثورة اللي شفناها، ثورة محرم الحرام. حتى ثورة محرم الحرام بس اعطيني 10 ثواني استاذ عدي. يعني سماحة السيد اتوقع انه ما يتواجه هذه المليونية اللي شفناها في المنطقة الخضراء في الرصاص، وشفنا 60 شهيد من التيار الصدري. فاعتقد سماحة السيد ما يريد سفك الدماء العراقية. مظاهرات نعتقد ايضا ما توجد. سماحة السيد اذا اراد ان يعود والقرار متروك له مرة اخرى. لحد الان اي تسريبات ما توجد لعودة التيار، لا مظاهرات. طيب. ولا سياسي. بس السيد اسمح لي، سماحة السيد عز الله علمنا على المفاجأة. نعم.